لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تحدثنا في الخطبة السابقة عن سبب الهوان والفشل وقلة الهيبة وقلة القيمة عند المسلمين، وسبب تسلط أعدائهم عليهم وتداعي الأمم على أمة الإسلام. وذكرنا أن سبب ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك سببه حب الدنيا وكراهية الموت. وذكرنا بعض الأحاديث التي تتحدث عن الزهد في الدنيا والتقليل منها والتنقيص من قدرها. فحب الدنيا وكراهية الموت، أي تعلق النفس بالدنيا وكراهية الموت في سبيل الله عز وجل. وأسهبنا في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، وبدا لي أن أتحدث وإياكم اليوم على ما يدعوك ويرغبك في هذه الجنة لتكون ممن يرغب في الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهنا الله عز وجل يطلب المسارعة، السرعة، بينما عندما تحدث عن طلب الرزق قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ذكر أن تمشي في الدنيا. أما عند ذكر الجنة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، عرضها كعرض السماوات، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقرة العين هي ما يقر العين وتقر العين ويقر القلب عند رؤيته، أي الذي يجعلك تمتلئ بالرضا عند رؤيته. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: لهم فيها، في هذه الجنة، ما يشاءون. لك في الجنة ما تشاء، كل ما يخطر في بالك من النعم واللذائذ لك في الجنة. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وعدا جعله الله عز وجل على نفسه، أي مسؤولا. اسأل الله هذا الوعد: يا رب، وعدتنا إن أطعنا وصبرنا واتقينا وأبعدنا عن الحرام وفعلنا الواجبات وعدتنا بالجنة، فاسأل الله عن هذا الوعد يوم القيامة. كان حقا، كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال جل ذكره: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما تشتهيه النفس، حتى مما لم يذكر في الأحاديث النبوية من تفاصيل اللذة وتفاصيل النعمة. أهل العلم يحمل ذلك حتى على من كان يحب القراءة وعنده شغف في الكتب، يجلس في الجنة ويقرأ ويتنعم بالقراءة ويتلذذ بالعلوم ويستفيد من العلوم. بعض الناس بالنسبة لهم العلوم لذة،
كما أن بعض الناس بالنسبة لهم السيارات لذي ولهم ما يشاؤون فيها وما تشتهي أنفسهم من المراكب. بعض الناس متعته في الأكل، فله ما يشاء في الجنة من الطعام والشراب اللذيذ، ما علمته في الدنيا وما لم تعلمه أساسا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني حمس بس الأمور، يعني نعرف أسماءها، نعرف الرمان، نعرف النخيل، نعرف كل ثمار الجنة، إلا أنها تتشابه في الأسماء وتختلف في الصفات. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون. من الذي وعد بها؟ المتقون. ركزوا دائما، لا تذكر الجنة إلا ويذكر معها في القرآن الصفة التي تجعلك مؤهلا لأجلها. لم يقل الله عز وجل أعددت للناس، ولم يقول مثل الجنة التي وعد الناس، بل أعددت لعبادي الصالحين، وهنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون. وكما قال قبل قليل: عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فهناك صفات للمؤمن الذي يستحق دخول الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر لذة، وليست خمر سطلي، وإنما خمر اللذة، خمر ذوق، خمر جميل، ليس فيه غياب عقل وليس فيه مهانة للنفس. لهم فيها وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، مش الثمرة تستناها في الموسم تبعها، لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني كل الأمراض السلام عليكم لمن يعانون بالأمراض وأزمات وأوجاع، مهما كانت متنوعة هذه الأمراض التي لا تعد ولا تحصى من كثرتها، ارتاحوا، لكم في الجنة أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فيش إيش اسمه مرض، فيش إيش اسمه لفحة في الشتوي، فيش إيش اسمه معاطس اللي عنده حساسية، فيش إيش اسمه مرارة، ولا في إيش اسمه وجع بطن، ولا في إيش اسمه شلل. كل الأمراض تنتهي في الجنة، لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. شباب بظلهم شباب، ليس هناك عجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك العجوز، سألته: يا رسول الله أدعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال: ليس في الجنة عجوز. فبكت، وقالوا: يا رسول الله هذه المرأة تبكي، فقال: قولوا لها أنها لن تدخلها عجوز، بل تدخلها عربا أترابا، يعني أتراب على نفس السن من الشباب، إن شأنهن خلقا آخر. فالله عز وجل يتكرم على عباده بأنهم لن يشبوا، لن يشيبوا، وإنما إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ليس هناك حزن، ليس هناك تنغيص، ليس هناك زوال للنعم، ليس هناك قصف، ليس هناك تعذيب، ليس هناك ظلم، ليس هناك سرقة في قصاص الليالي مع إطلاق الرصاص على البيوت، ليس هناك متكبرون ولا متعجرفون ولا أصحاب مناصب ظالمون. في الجنة السعادة كلها. لهذا قال: أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والله إن الحديث عن الجنة له شجون وله مشاعر لمن صدق إيمانه بالله عز وجل. سئل صلى الله عليه وسلم عن الجنة وبنائها، شو بناء الجنة؟ البيوت والقصور شو بناءها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الحجارة، البناء، احنا حجارتنا من طين وسمسم ومن بلوكات، بلوك 10 وبلوك 12. لبنة من فضة ولبنة من ذهب، شوف الغلاء، شوف الجمال. وطبعا لما نتحدث عن الفضة والذهب بالألوان اللي فيها، مش الألوان اللي نعرفها في اليوم، ألوان الذهب والفضة وجمالها في العين. لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طيب شو اللي ماسك اللبنات في بعضها؟ الطين اللي ماسكتها، وملاطها المسك الأذفر. يعني انت تترشى على الحيط في الجنة، مجرد انك تترشى ريحته مسك، الملاط من مسك أذفر. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تمشي حافي اصلا، لا في حجار ولا في شوك ولا مسامير ولا شيء. وتربتها الزعفران،
ومن يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام. شوفوا، تحدثش عن الناس وإنما تحدث عن أفعال وأعمال. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. أهل هنا يعني ناحية الزوجات من الحور العين، في كل زاوية من هذه اللؤلؤ المجوفة أهل يطوف عليهم المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها الذهب، ما في الجنة شجرة إلا وساقها الذهب. كيف تتحصل على الشجرات؟ بكثرة التسبيح وذكر الله عز وجل. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني نورها من نور الشمس بل أجمل، ولملأت ما بينهما ريحا، أي من الريح الطيب، ولا نصيفها على رأسها، هذا الشال الخفيف اللي نحط على الرأس خير من الدنيا وما فيها. إذا هذا الشال الخفيف جميل أجمل من الدنيا وما فيها، فكيف بها نفسها؟ وأعظم من هذا كله أن الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ أهل العلم يقول الرفيق من أسماء الله عز وجل، فأعظم من ذلك رؤية وجهه سبحانه وتعالى. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا، قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا: بلى، فيكشف الحجاب. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ها نحن تحدثنا عن الجنة، هل اشتاقت نفوسنا إلى الجنة بعد هذا الحديث الجميل؟ بالله عليكم، أيهما أفضل، الدنيا بفسادها وظلمها وجرائمها وسفك الدماء أهلها وتسلط المجرمين فيها، أم الجنة الطيبة التي لا يدخلها إلا طيب؟ الجنة بالتأكيد سؤال الآن. لا شك أنه لا يوجد مسلم سليم الفطرة إلا وتأثر مما رآه من قتل للنساء والأطفال، وأوجعه منظر الأشلاء وبكاء الثكالى وصراخ الرجال. وقبل قليل تحدثنا عن الجنة وما فيها من جمال ونعيم، وهؤلاء القتلى يقينا، هؤلاء القتلى منعمون عند ربهم في جنات النعيم. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ليس فيهم عذاب قبر ولا فيهم فتنة القبر ولا حياة برزخ، أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند، يعني لم يموتوا، خرجت أرواحهم من أجسادهم فكانت في أجساد في السماوات، في أجساد طير تطيش في الجنة وتعلق من ثمار الجنة وتنام وسقفها عرش الرحمن. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي إحنا متنا خفوش علينا، لا خوف علينا، نحن في أمان وفرح واستبشار، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وقال الله عز وجل بعدها: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح،
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. آيات معالجة لما في القلوب. لا تحزن على هؤلاء، والله إنهم في نعيم. لا تغرك الأشلاء فما هي إلا أجساد. لا تحزن على الدماء فإنما هي يوم القيامة تأتي وريحها ريح الزعفران والمسك. السؤال الحقيقي على من نشفق؟ إن لم نشفق على هؤلاء الذين منعمون عند ربهم فرحون يستبشرون على أشخاص غادرت أرواحهم من أجسادهم إلى الجنة مباشرة، أنشفق على هؤلاء؟ أنشفق على هؤلاء المنعمين الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون؟ هل هؤلاء يستحقون الشفقة؟ أتعلمون من الذي يستحق الشفقة؟ نحن، نحن الذي يجب أن نشفق على أنفسنا، نحن الذين يجب أن نشفق على أنفسنا، نحن الذين لا تتعدى نسبة المصلين فينا 50% من مجتمع فيه 35,000 نسمة، نحن الذين لا نخرج حافظ قرآن واحد في السنة، اللهم إلا قليل بدأ بالتحرك والعدد قليل، نحن الذين كل ما الملابس نسائنا من أقصر لأقصر، نحن الذين لا تزال نسبة المحششين بين شبابنا في ازدياد، نحن الذين لا زلنا نرفع السلاح على أنفسنا وأهلينا وبني جلدتنا، نحن الذين لا زلنا نشتري سياراتنا بالميمون والمعاملات الربوية ونحارب الله ورسوله، نحن الذين تبقى مساجدنا فارغة إلا في صلوات الجمعة، نحن الذين إذا أصابتنا مصيبة لا نرضى بها ونتسخط على ربنا وقدره، نحن الذين لا يزال الأخ يحارب أخاه من أجل بضعة أمتار ويقاطع أخته التي أكل حقها بالميراث، نحن الذين لا زلنا نعيش من أجل الرفاهية بلا هدف سوى أننا نأكل ونشرب ونرعى، ولا يوجد شيء من أهداف الآخرة وخربنا آخرتنا، نحن الذين لا نسمع بسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسارعنا إلى تركها ومخالفتها بالبدع والمحدثات، نحن الذين لم نعلم أولادنا الرجولة والجدية والقوة والإعداد في كل شيء ولا زلنا نتذوق مرارة الضعف والهوان. فعلى من نشفق؟ علينا أن نشفق على أنفسنا ونبكي على تقصيرنا ونذرف الدموع على تضييعنا لصلوات الفجر ونتحسر على كثرة معاصينا ونندم على تعرضنا لسخط ربنا وغضبه. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر. هل تعرفون لماذا لا نشعر بالسجنية حتى الآن ولماذا نكره الموت؟ لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنحن نكره أن ننتقل من العمران إلى الخراب. فمن لم يشعر بسجن الدنيا فليتهم إيمانه. من لم يشعر أنه الآن في سجن ونفسه نطلع الجنة ويروح الجنة بعد ما استبشرنا بها ورأينا ما فيها من نعيم، من لم يشعر بأنه الآن في سجن فليتهم إيمانه، لأن الدنيا سجن المؤمن. وصف الذي يشعر بأنها سجن هو المؤمن بحق، وجنة لمن كان كافرا. لا أقول ذلك تحبيطا للآمال ولا تثبيطا للأعمال، بل أشد على أياديكم أن تدركوا أنفسكم وتنجوا بأنفسكم وأهليكم قبل فوات الأوان. فنحن اليوم في رخاء وسعة ولن تدوم هذه النعمة كثيرا، نحن الآن في هذه الأيام في رخاء وسعة ولن تدوم هذه النعمة كثيرا، وكما يقال دوام الحال من المحال. ولأن السبب الذي يعود للأمة مجدها هو طمعها في الجنة وزهدها في الدنيا، فهذا هو محرك العمل والنشاط. ختاما أدعو شباب أمتنا وبناتنا أيضا، كل من يحب أن يتعلم دينه فالمسجد مفتوح، أهلا وسهلا ومرحبا وحيا هلا به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتونكم طلاب العلم فرحبوا بهم وقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتعلم الدين فليأتنا، وقتي كله من أجلكم. فقط من أراد أن يتعلم الدين بصدق نحن جاهزون ذكورا ولا إناثا، ومعنا صفوف وعنا مسجد وعنا كادر الحمد لله من الشباب المتعلم الحمد لله، ولكن أقبلوا وتعلموا الدين واعملوا من أجله. وكل من لديه أطفال يحب أن يأتي يوم القيامة ويأتي هذا الطفل ويلبسه تاج الوقار لأنه حفظ القرآن، فليدخل أولاده مدارس تحفيظ القرآن الموجودة في البلد، وعندنا الحمد لله مدرسة والتسجيل مفتوح للجميع لمن أراد أن يدخل أولاده تحفيظ القرآن. وكل من لديه مال ويريد أن يستثمره في عمل خير أو مشروع خيري فالمجال مفتوح، عندنا كثير من المشاريع ولا مجال لشرح وتفصيل، إن شاء الله عز وجل بيسر ونشرح عنها. من أراد الاستثمار فالمجال مفتوح. كل ما نحتاجه الآن هو أن نستيقظ
وننهض من وحل الكسل وندرك الخطر القادم علينا وما تخفيه الأيام عنا، ولأن لله سننا ثابتة تكشف لك بعض الغيب لتستعد لمستقبلك وخطورته، فعليك أن تستعد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، والطف بنا يا ربنا بلطفك، إنك أنت اللطيف الخبير. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ ديار الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمتنا واجمع شملنا، اللهم ولا تفرق جمعنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم ارحم إخواننا في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ النساء والأطفال والمدنيين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين. اللهم أنت القادر على ذلك وأنت ولي ذلك، ولا قادر عليه سواك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنت أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة.